ومن حسن الطالع ان اول سؤال عندنا من الاستاذه امل. استاذه امل اتفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضلي يا استاذه امل. حضرتك انا متجوزه عندي ثلاث بنات، رابعه ابتدائي واولى ابتدائي وكي جي 1. نعم. انا متربيه، والدي ووالدتي منفصلين عن بعضهم، بس انا تملي حتى ربنا قدامي وبخاف ربنا وبتعظ في كل حاجه يعني الحمد لله بصوم وبصلي واثنين وخميس وكل حاجة، بس كنت عايزة أعرف، بس أنا تملي عصبية وبضرب عيالي وعلى طول بتخانق منهم وعلى طول في مشاكل أنا وجوزي، مش عارفة أعمل إيه. أدي ده اللي أنا كنت أسألك فيه. على طول في مشاكل أنا وجوزي، صعب كويسة معايا. ده أستاذ أمل ده اللي أنا كنت أسألك فيه. في أكتر الأوقات يا أستاذ أمل بيبقوا أولادنا هو مسرح الخناق الخفي، مسرح الشجار الخفي مع بين الزوجين. يعني الزوجين بدل ما يتخانقوا مع بعض يتخانقوا فين؟ يتخانقوا في الأولاد. فيبقى الأولاد دول هو المسرح اللي احنا بنتخانق فيه. تزعق للولد كده وتقول له كلام وهي عايزة الكلام ده يوصل لجوزها. جوزها يرفض الحاجة للولد عشان الست تحس إن هي لما نكدت عليه هو نكد على البيت كله. فيتحول الأولاد إلى ماذا؟ إلى أداة في المعركة. فلو بتسأليني نعمل إيه؟ انت مش محتاجه لا متخصص، انت محتاجه بس ان انت تتوافقي انت وزوجك، فتقعدوا مع بعض وتتكلموا في ايه اللي بينكم، وتتكلموا بشكل صادق، وكل واحد يقول اللي في قلبه، واحد يطلع كل اللي في قلبه بصدق عشان نقدر نتحسن ونبقى افضل. سمع استاذ امل سمع. فاذا استاذ امل انا بقول لك المساله كلها فيما بينك وبين زوجك. لما تحسن اللي بينك وبين زوجك كل الكلام اللي هيكون بينك وبين اولادك ده هيتحسن وعصبيتك هتقل. اكتر حاجه دايما بقولها للناس، يعني فاكرين حديث ما ترك ليست هناك فتنه اشد على الرجال من النساء، كمان ما فيش فتنه اشد على النساء من الرجال. العلاقه اللي بين الزوج وزوجته ممكن تخلي زوج يروح ينتج انتاج ما فيش زيه، وممكن تخلي زوجه تخلي البيت بيبرق وبيلمع واجمل حاجه. والفساد العلاقة ده ممكن يوصلهم والعياذ بالله إن كل واحد فيهم يدمر حياته. لو سمحتي توافق مع بينك وبين زوجك هيخلص مسألة العصبية ومسألة الغضب ده.